كعادات الشعب التونسي المثيرة للجدل في الفترات القليلة الماضية، فاجأت الشيخة سندس الشعب العربي برغبتها في تعدد الأزواج، وتداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي فيديو خاص بثته الشيخة التونسية عبر صفحاتها الرسمية على موقع تيك توك، أعلنت فيه رغبتها في الزواج من رجلين في وقت واحد. فما هي القصة وراء ذلك؟ في مفاجأة مدوية، فاجأت الشيخة التونسية سندس متابعيها في جميع أنحاء الوطن العربي عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك عن زواجها برجلين اثنين في وقت واحد، لتكون بذلك أول عربية في التاريخ تجمع بين رجلين في نفس الوقت، مؤكدة أنها ستحاول أن تعدل بينهما. واستندت الحاجة سندس في رغبتها على القانون التونسي، استكفل أحد مواد القانون للمرأة التونسية الزواج برجلين في نفس الوقت، وعلى الرغم من أن نسبة المسلمين تشكل السواد الأعظم من الكتلة السكانية في تونس، إلا أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح بتعدد الرجال للنساء. وقبل أن تعلن سندس عن رغبتها على مسامع متابعيها، أخذت الموافقة أولا من زوجيها، وعلى ما يبدو أن الشيخة سندس عرضت الفكرة على الشخص الأول ولم يبدي أي اعتراض، كما رحب به الشخص الثاني على أن يتم عقد القران في أواخر شهر ديسمبر من عام 2022. ودعت السيدة التونسية، والتي من المتوقع أن تنفذ رغبتها في خلال أيام قليلة، متابعيها على موقع تيك توك لمشاركتها فرحتها الكبيرة لتكتمل سعادتها بحضورهم حفل الزفاف، والتي بدأت بالفعل مع زوجيها المستقبليين في الإعداد له لكي يخرج بالشكل الذي يناسب ذلك الحدث الفريد. وأثارت رغبة سندس التونسية الجدل في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، وما هي إلا دقائق قليلة حتى تناقلت كافة وسائل الإعلام الخبر المدوي، وبدأ الجميع يتساءل مندهشا، كيف لسيدة واحدة أن تجمع بين رجلين في آن واحد، وكيف يوافق الزوجين على مثل هذا الأمر الغريب؟ حتى خرجت الشيخة سندس بمقطع فيديو آخر بثته على نفس الحساب ردا على تساؤل أحد المتابعين عن كيف ستعدل بين زوجيها في المستقبل، بأنها تعرف ما لها وما عليها وتستطيع أن تعدل بين زوجيها بالشكل الذي يرضيهما، قائلة أنها ستضع زوجا في عين وزوجا في العين الأخرى، مؤكدة أنها لم تتعرف بعد على مطالب زوجيها. ووعدت الشيخة سندس التونسية بأن يظهر زوجيها المستقبلين معها في بث جديد على منصة تيك توك لتعرف مطالبهما، ويتحدث عن قرار الزواج مع المحامي المختص بالأمر بنت صالحة، والذي من المتوقع أن يكون شاهدا على صداقهم، فاتحة الباب لمزيد من الزيجات في الفترة المقبلة وفقا للقانون. فهل تنجح الشيخة سندس في تحقيق رغبتها أم تظهر بعض العقبات التي تعيق ذلك؟